السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أصدقائي. اليوم الاثنين، شو الساعة هلأ؟ 8:34 دقيقة. أنا جيت بكير طبعا على عيادة دكتور الأسنان منشان أنا ما أعلق بالعجقة. الناس كلها هلأ بتروح على الدوام، الشوارع بتكون جدا معجوءة مليان سيارات، فأنا طلعت بكير منشان تكون شوارع فاضية وأوصال بكير. على كل حال هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون عن عيادة دكتور الأسنان. هذه العيادة وراي، اسم العيادة دنتال سكوتلاند. إن شاء الله راح شارك فيها تجربتي، شو راح يصير معي بالحشوة الأسنان، وراح شارك فيها إن شاء الله التكلفة قديش راح تكلفني، لأنتو أنا الفيديو يلي نزلته مبارح مو كامل، راح يكون هذا تكملي. شفت أنا تعليقاتكم، جزاكم الله خير على دعائكم وعلى نصائحكم. نفس الوقت شفت في اختلاف بإنجلترا لسكوتلندا، الأسعار طلع في إنجلترا أكثر بكثير من هنا بسكوتلندا. بس مع ذلك هلا راح نشوف الأسعار، لأنتو أنا صار لي زمان ما عالجت أسناني، الحمد لله ما اضطررت لأروح على دكتور أسنان، واليوم اضطررت لأجي على دكتور الأسنان. رح نشوف شد الأسعار، ربما تكون الأسعار ارتفعت، ربما تكون الأسعار انخفضت، ما بنعرف. بقى هلا رح انتظر. إذا أنت مهتم تابعنا للنهاية لتعرف كل التفاصيل. أنا طاهر الزير وهذه قناتي على اليوتيوب. شوفي أصدقائي، أنا هلا جيت ورحت قرأت في لوحة موجودة على الشباك كاتبين انه لا تدخل العيادة الا اذا انت كنت حاجز موعد. طبعا انا متى ما بتعرفوا ما نحجز موعد. شو رح ساوي؟ بس صار الساعة 9 رح اتصل في العيادة وتكلم مع الدكتور، قل له انا خارج العيادة مباشرة وانا في حالة طوارئ. بقى انا هذه العيادة تبكن عليها مبارح، انا زبون عندهم او انا مريض عندهم تقريبا 6 سنوات أو 7، خلينا نقول نحن هلا بالسنة السابعة يلي أنا هنا في بريطانيا. أنا أول ما جيت سجلت عندهم وبعدني عندهم، كل سنة بيجي لعندهم وبدوا عندهم. هل يا ترى راح يحافظوا على هذا الكاستمر، على هذا الزبون أو على هذا المريض، ولا ما راح يحافظوا عليه؟ إذا قال لي ما راح نحسن دخلك، بدك تحجز لك موعد بعد 2 أو 3 أسابيع، مفروض أنا أتفهم هذا الأمر، بس ولكن أنا رح أخبره إنه أنا إمرجنسي، يعني هو لازم يتفهم علي أكثر ما إنه أنا أتفهم عليه، لأنه أنا صار لي يومين ما نمت أصلاً، يعني إمرجنسي طوارئ، يعني مثل واحد مثلاً عم ينزف دم والمستشفى عم بتقول له تعال عندي بعد 2 أسابيع، بيصفى دمه، فهمت علي كيف؟ نفس الإشي هيك، إذا تفهم علي ودخلني تمام. ما تفهم علي، انا راح اروح على عيادات الاسنان يلي موجوده هنا في غلاسكو، راح افتح لها كلياتها. اليوم ما عندي شيء، انا جاي بس عالج اسنان اليوم. العياده يلي بتقبل تدخلني راح تابع معاها المده يلي راح ابقاها هنا في بريطانيا، ما راح ارجع لعند هذا. على كل حال نحن راح نستنى لصير الساعه 9. هلا الساعه 8:39، ضل 20 دقيقة بدي اتصل للعيادة وتكلم مع الدكتور. انا بعرف هلا راح تكون كثير تعليقات راح تكون مضادة للفكرة يلي انا عم بطرحها، ولكن هذه الحقيقة، هذا هو الصح، الناس لازم تشتغلها هي الصح. وقت صرت انا هلا في حالة طوارئ ما فدتني، ليش لأرجع لعندك اصلا؟ طيب تعال نشوف في عيادات هلا بتفتح مثلا قبل الساعة 9. خلينا ندخل على الخرائط ونكتب دنتال كلينك، طلع لي العيادات هذول اوبن سون اوبن، في هذول فتحوا كمان وان سمايل دنتال كلينك، هذا فاتح بسكر الساعة 8 بالمساء، بس ايمت بيفتح ما بعرف، بيفتح الساعة 8 الصبح، المفروض كنت انا اروح لعنده اول ما ناتا. بس على كل حال هلا انا هنا قدام هذه العيادة، ما بدي اروح على مكان. مثل ما كنتم شايفين هنا على الخريطة مليان في اماكن او عيادات للاسنان، فاذا ما دخلني انا ما راح اهتم ارجع لعنده اصلا. بحكي معكم ان شاء الله بس لا يفتح. A few moments later. اجوا الممرضات ما شاء الله، تقريبا في 3-4 ممرضات مسلمين، العياده كلها مسلمين ما شاء الله. في هاي الممرضه قالت لي انت مريض هنا، يعني انت مسجل هنا؟ قلت لها صار لي 7 سنين مسجل هنا. قلت لها شوفي لي انا بحاله طوارئ، اذا بتدخلينا بيكون كثير منيح. قالت لي هلا بشوف وبرد لك خبر. قلت لها يلا عم بستناك. طبعا هذا السيتي سنتر هنا مدينه غلاسكو. الدكتوره راح تشوفني هلا، دكتورة أسنان. الحمد لله الموظفين كلهم مسلمين، الممرضات على الدكاترة كلهم. بس في شغلة أنا حابب أخبركم عليها، هي زبالي. أنت بعد شوفوني على الأسترات، في ناس كتير بتعلق عشان النظافة هذه. هذا استراد البرة، الشركات بتدفع ضرائب للدولة، بقى الدولة مجبورة تصلح طرقات وتساوي طرقات منشان الشركات تشتغل. هذه الدولة رأس مالية بتدير بالها على الشركات، أما الحارات الأحياء كلها تبصر. شوف على كل حال هلا انا ماني بالحي، انا في منتصف المدينه. هذا السيتي سنتر، هذا نهر كلايد موجود داخل السيتي سنتر. هذول بنايات يعتبروا داخل السيتي سنتر، وهلا نحن هنا من الطرف الثاني من السيتي سنتر. السيتي سنتر هو مركز المدينه، يعني للناس يلي ما تعرف انجليزي. وليك الوسخ هذا عادي واقل من عادي، الحي اللي انا عايش فيه كله وسخ، بس الناس ما بتصدق، بتحلف لي يمين. انا كاتب بالتعليقات لك الا والله الاحياء كلها وسخه والطرق معجرفه، انا سيارتي تخيل السسبنشن غيرته مرتين بالسنه. ما كان يصدقني،
ترى تصطف المهم وتستدعي براحتك. على كل حال انا بس بدي اطلع هلا وادخل لجوا قبل ما يجي حد يخالفنا. طعنا ساعة بغرفة الانتظار عم استنى الدكتورة اتصلي على الا تدخل. 2 hours later. هلا خلصت من العيادة دخلوني الحمد لله، والمفاجأة الكبرى انتيبيوتيك. اقسم بالله انا صار لي يومين ما عم نام، حطوني انتيبيوتيك وباراسيتامول. خدي هذا ورمان، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا ولا لا. انتيبيوتيك العذر مو بالدكتورة ولا العزم المريضين، العذر هي هنا بريطانيا، هي هذه هيك طبيعتها، يعني ما بيعطوك الحل مباشره، خلوك على مضاد حيوي. انا هذا درسي هذا في حشوه مخلوعه، الدكتوره هذه سعوديه والله اعلم، يا اما سعوديه اما خليجيه يعني اماراتيه، ربما يكون هي عم تساوي تريننج لهيك عم تشتغل هنا، يعني عم تتدرب. شكلها خافت، يعني هي مو انه خافت، يعني قالت لي انا راح اعطيك مضاد حيوي انتيبيوتيك، خليك عم تاخذه لمده يوم، خلي هذا المضاد الحيوي يعني ياخذ مفعوله لمده يوم، وبعدين اذا ما خف الوجع اتصل في الدكتور، يعني اتصل في العياده نفسها واحجز موعد مع الدكتور تبعك. الدكتور بالعاده بداويني بيشتغل 3 4 5 جمعه، 4 ايام بيشتغل. اذا ما خف الوجع احجز موعد مع الدكتور. انا مستحيل انا اروح على الصيدلي ويقول له اعطوني مضاد حيوي، انا هلا راح اروح على العياده ثاني مباشره، بدي اضل حاول. مش الحال مشي ما مشي، هذاك الوقت لا حول ولا قوه الا بالله، باخذ المضاد الحيوي وبستنى يوم، اذا خف الوجع خف ما خف اتصل للدكتور واحجز موعد. قالت لي اذا ما خف الوجع يا اما بدك علاج عصب يا اما بدك خلع مباشرة. هذا هي عنده تتعلم هنا في دولة الغلط، الله يصلحها. ما لقيت غير بريطانيا تجي تتعلم تدربي فيها، مكان غلط للطب. في شغلة كمان بدي احب اذكر عشان يكون في مصداقية بكلامي، الدكتورة هي قالت لي انه انت عندك اورام كبيرة، صار في ورم كتير كبير من جوا وما مبين علي، ما واضح وين الوجع بالضبط، وانت بنفس الوقت عم بتقول لي اخذ باراسيتامول كثير وايبروفين اخذه كثير، واسنانك مخدرين، يعني هي كان عم تضرب على السن، كل سن بسنه كان عم تضرب عليه وما عم بحس بالوجع. قالت لي الوجع موجود هنا؟ قال لا الوجع موجود هنا، لا الوجع موجود بين الاسنان من فوق هيك، يعني منخور من جوا. فلهيك قالت لي انا راح اعطيك مضاد حيوي مشان هذا الالتهاب يختفى يخف، يعني انه اذا اللحم من جوا كلياته منفخ مغطي على السن، لهيك ما عم نعرف. انا ايش راح اسوي؟ انا راح اروح على العياده اللي جنب بيتي، هاي العياده اللي جنب بيتي صاحبه مسلم باكستاني كمان. وصلت على العياده، هذه العياده جنب بيتي، نشوف ايش راح يسوي لي. انا عندي وجع شديد والله، وجع مو طبيعي. دخلت لعندهم انا قلت لهم ابعثوا لي رقم التليفون، قالوا لي تتصلنا تسوي لك ريجستر وبعدين بتجي بكره الصبح الساعه 9 الصبح من دخلك امرجنسي، اول شيء لازم نسجل. وقالت لي هلا يعني اليوم دخلنا نحن الناس اللي عندهم امرجنسي ما ضل عنا مكان. قلت لها انا ما بحسن الساعه استنى لبكره. قالت لي فيك تروح انت على الامرجنسي تبع الهوسبيتال، في عندهم دكتور اسنان هنا كمان بحسن بيشوفك كمان كامرجنسي بدون تسجيل. هي فكره رائعه ولكن انا خلاص مثل ما بيقولوا عفيد اب، مليت من هذا الامر، بدي اروح على الصيدلي جيب الدواء جيب الانتيبيوتيك. هاي الرشيتة مثل ما بيقولوا، بدي اجيب الدواء من هذه الصيدلية. طلعت من الصيدلية جبت الدواء الحمد لله، الصيدلاني طلع مسلم سبحان الله باكستاني. المهم هذا الأدوية اللي عطونا اياها انتيبيوتيك مضاد حيوي، بدي اخذ 3 حبات بالنهار، حبة الصبح حبة الظهر وحبة المساء، مضاد حيوي لمدة 3 ايام، وبعدين بعد ما يخف الورم بدي احجز موعد مع الدكتور مشان يشوفوا لي الدرس. اعطوني ايبروفين واعطوني باراسيتامول، ليش باراسيتامول من جنب جيبوه. وبالنسبه للاسعار كان حاطين لوحه على الحيط حاطين الاسعار، كل شغله مثلا الفيلينج كذا، تبييض كذا، ازاله الجير كذا، مكتوبه كلها هذه الاسعار يلي كانت موجوده على الحيط في العياده الاسنان. وما بعرف ايش راح اسوي بالشغل، راح اعطل كمان والله، انا هاي عطلت يومين، اذا بعطل الساعه يومين بعد او 3 ايام بعد يكون اسبوع، هاي راحت علي 800 باوند 900 باوند، ما هو اصلا ما عم ناخذ 800 باوند، عم ياخذوا 200 250 باوند ضرائب، يعني عم صفى لي 700 600 باوند. اقول حال يا اصدقائي هذا هو الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.